اكيد اللي مشرفنا اليوم في الاستوديو المخترع السعودي مشعل الهرساني. يا هلا فيك يا مشعل. حياك الله. يا هلا وسهلا فيك. الله يسعدك يا رب ويخليك. سماعه طاحت وحالتي بالله. كيف امورك ان شاء الله؟ كيف الحال؟ عساك بخير. والله الحمد لله. الله يسعدك. دائما دائما مشعل يا اخي لما نسمع سيرتك او يجي طريق في اي وقت وفي اي مكان نلاقي في حاجه طرأت علينا وعلى عالم الاختراعات والابتكارات وبطريقه مميزه. سعيدين جدا بوجودك اليوم عشان نعرف اكثر. انا اسعد عن اللي حاصل اكيد. بس بدايه مشعل بنعرف فكره الاختراع والتقنيه تحديدا اللي بيستخدمها هذا الاختراع. حلو. فكره الاختراع طبعا بعد ما شفنا لقطات سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه في المؤتمر، ولما شبه لنا اللي هو مدينه نيوم مدينه الحالمين بجوالات ايفون وجوالات نوكيا حتكون الفرق كذا، طبعا على طول من نفس اللحظه جاتنا الفكره انه كيف نقدر نستوحي من شعار نيوم ونسوي حاجه تولد لنا الطاقه بما انها مدينه للطاقه. فاستوحينا من الشعار وعملنا بهذا الشكل، تكون اسطوانات بلاستيكيه او مصنوعه من الربر، تنحط في اسفل الاسفلت، تكون بارتفاع خارج من الاسفلت بارتفاع تقريبا نصف سنتي الى سنتي، بحيث ان السيارات وهي ماشيه بسرعتها داخل على المدينه تحركها بسرعتها وكمان تولد لنا الطاقه وتساعدنا كمان في الطاقات، تحول لنا الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. يعني خلينا نقول علاقه الاختراع بمشروع نيوم هو الشكل اولا. نعم. ثاني حاجه مواكبه لفكره مدينه نيوم الجديده. نعم. مشعل ما شاء الله، يعني معلش اول سؤال جاء في بالي لما شفت الخبر في الصحف، قاعد يقول كيف مشعل جاته الفكره بهذه السرعه؟ ما شاء الله. صحيح. حلو انه الواحد يربط، بس معلش الا ما في حاجه بتخليك دائما تواكب الحدث بهذه الطريقه، ايش هي؟ فريق العمل، لانه ولله الحمد بعد ما جاتنا الفكره على طول كان عندنا فريقين عمل، الفريق الاول كان في الرياض، المهندس نايف العمير ساعدني فيها بأنه ترجم لي الفكرة اللي عندي إلى رسومات. بعد ما ترجمت إلى رسومات أنا توجهت إلى جدة فكونت فريق عمل ثاني مكون برئاسة المهندس خالد تركستاني من فاب لاب من جامعة الملك عبد العزيز، وترجموا لي هذه الرسومات إلى واقع ملموس. أوه. وبدينا ولله الحمد نسويها. جميلة جدا فكرة هذا الاختراع مشعل، بس نبغى نعرف يعني أنت ذكرت أنه هذه الدوائر. نعم. تحتاج أنها نحطها على أرضية الشارع في صحيح. المدينة، فهل تحتاج لدوائر معقدة لتطبيق هذا الاختراع ولا لا؟ هي طبعا الطاقة الحركية اللي تتحول إلى كهربائية هذه متعارف عليها، ولكن الجديد في أنه هذه الاسطوانات تنحط بجانب بعضها لأنه تقدر تكفي أي حجم شارع موجود عندنا. ولله الحمد دحين إحنا بدينا لما نفذناها إلى أشياء ملموسة بدينا الآن نسوي التجارب عليها، نشوف السرعة حقتها في 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 لما تكون السيارة سرعتها 1 كيلو مثلا كم تطلع لنا طاقة، إلى 120 كيلو كم تطلع لنا طاقة، ونقدر نعرف نسوي الدراسات عليها بإذن الله. حلو. بس بتقول بدأتوا تسووا التجارب عليها، فين بتسووا التجارب؟ مش في جامعة الملك عبد العزيز عندنا في المعامل. حلو. كم مقدور الطاقة الناتجة لما تعبر السيارة؟ لأنه الواحد قاعد يتخيل الآن كيف بيتم يعني قد ايش القوة اللي حنستهدفها. صحيح. ما نقدر نقيسها الآن، لازم يكون إن شاء الله الموجودين المهندسين، لأن أنا ماني مهندس. أوكي. أنا صاحب الفكرة أي نعم، ولكن مع الفريق المهندسين إن شاء الله بنشوف القياسات اللي عليها عشان نقدر إن شاء الله نطلع هذا الاختراع للعلن ويكون إن شاء الله مدروس دراسة صحيحة. طب يعني هل نقدر أن نستفيد منه عالميا خصوصا بعد ما تم تسجيله رسميا؟ نعم. فكيف راح نستفيد؟ رائع. طبعا هو الآن سجل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كبراءة اختراع. إن شاء الله عبال ما تطلع براءة الاختراع بنشتغل بالتوازي إن احنا نسوي البروتوتايب التصنيع اللي نقدر نسويه في المصانع، ونقدر ان شاء الله نشوف كيف فعاليته باذن الله حيكون للعالميه انطلاقا من المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله. تعرف مش على وجودك اليوم مهم جدا. ليش؟ الله يسلمك. لانه اول حاجه قدوه رائعه جدا لكثير من الشباب. الله في كل مره اقول لك كلام وحرجع اعيده، وكل مره اشوفك حقوله ليس مجامله ولا مزايده، لانه فعلا نحتاج الناس اللي تكون مثابره، ودائما اقول لك على التليفون هذا. لا ما شاء الله تبارك الله، وانتم الخير والبركه. ابدا الله يسعدك. يعني نكمل بوجودكم، نكمل بعض. عندك 42 اختراع لحد الان مشعل، ابغى اعرف اكثر اختراع تم استثماره
على ارض الواقع. اكثر اختراع ممكن هي اختراع ابره فيدا لانه نفذناه على ارض الواقع، يعني واحنا شفنا طبعا اول شيء صار انتم تابعتوا ترى من بدايه الاختراع لما سويناه كيف كان نموذج صناعي وسويناه ورحنا كمان المانيا نفذناه في المانيا، والان في وفد الماني ان شاء الله باذن الله حيجينا جامعه الملك عبد العزيز بسبب هذا الاختراع باذن الله. صراحه سمعت كثير عن هذا الاختراع وداولوا كثير خصوصا من الشباب والبنات اللي عندهم مشكله في الاذن وممكن حل هذه المشكله بدون تدخل جراحي. أكيد. بالنهايه فكره جدا جميله واختراع جدا جميل. ومع النهضه ايضا اللي عايشين فيها حاليا مشعل والجديده، لين فين حاب انك تتجه بهذه الاختراعات اللي بتقدمها؟ ممكن لو شويه نعدل السؤال، مو انه مو انا اللي اتجه بهذه الاختراعات بل انه الشباب السعودي كلنا نتجه بهذه الاختراعات. ممكن الان ولله الحمد الحكومه اصلا مسخرت لنا كل هذه الاشياء فما في شيء يمنعنا احنا كشباب سعودي انه احنا نبدع ونصل للعالميه. فباذن الله اتجاه هذه الاختراعات حتوصل للعالميه باسم الشباب السعودي باذن الله. والله يعني مع النهضه اللي احنا فيها اعتقد نحتاج مجهود في زي مشعل كثير كثير كثير، وان شاء الله في احسن مني كمان، لازم كلنا نتعاون مع بعض وننهض باسم المملكه العربيه السعوديه للعالم الاول. مشعل ايش جديدك؟ اعرفك ما شاء الله جاهز من قبل. فاكر الاطفال شنطه الاطفال اللي جبت لكم اياها؟ بعدين الان ولله الحمد نسوي لها بروتوتايب يعني صناعي، ولله الحمد كمان اثبتنا فعاليتها بشكل اكبر بحيث انها تتنفخ زي اللايف جاكيت اللي في الطيارات. أوه. وصار سهل تخزينها، وطبعا بعد تجارب انتم اتوقع تابعتوها قبل سنه. طبعا طبعا ولله الحمد جالسين سنه احنا نسوي عليها التجارب، والان باذن الله وصلنا الى المراحل النهائيه. يعني بديتوا تطوروا فيها والان اصبحت طبعا يعني اكثر مرونه. خامس نموذج صناعي نسويه لين ما يضبط معنا. وهذا كمان يعلمنا انه لازم نكون مصرين على النجاح باذن الله. دائما نحن مشعل بنقول انه الحاجه ام الاختراع. صحيح. اوكي، فهل انت دائما في اختراعاتك بتبحث عن المشكله وايش اللي ناقصنا عشان نعمل اختراع، ولا بتجيك مجرد فكره حتى لو ما كنا بحاجه هذا صحيح. الاختراع وبتخترع بالنهايه؟ كلها يا اما تيجي من خلال مشكله او من رغبه التطوير للشيء اللي احنا بنشوفه، ولكن في النهايه كلها تاتي من شيء معين ونحاول نطور لهذا الشيء، اما انه يكون شيء يسهل لنا عمليه الحياة اللي احنا نسويها مثلا الشيء او الاستخدام بشكل مطور، او نكون مواجه مشكلة ونلاقيها حل. حلو. مش هلا في حاجة مرة مهمة الان من الشباب والبنات اللي بيتابعونا؟ اي نعم. في منهم ودهم يكونوا نفس مشعل يعني يقتدوا فيه ان شاء الله احسن كمان ان شاء الله في 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 مجالك اللي انت محترف فيه. معلش مسألة اني انا اخترع صحيح يعني اصبحت الان رائجه اكثر من صحيح. اول صحيح. كيف ممكن يبداوا يحطوا نقط على حروف ويبداوا اول ستيب بعد ما يستشيروك؟ بس نبغى على الهواء كم نصيحه. طبعا طبعا لك. اول حاجه لما تجي الفكره لازم اسويها على ورق، لازم ارسمها، لازم اوصلها على ورق، بعد ما اشوفها على ورق احاول اسوي لها 3D printing او احاول اترجمها على ارض الواقع، لان اول ما اترجمها على ارض الواقع اقدر اقيس اللي هي فعاليه الاختراع، ومن هنا اقدر انطلق. بعدين اقدر كمان اسجلها في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، والتسجيل ترى مجاني، تدفع 400 ريال او انك تخليها عن طريق حاضنه بادر ويسوي لك اياها مجاني. فما اتوقع انه في دوله احنا بتوفر لنا زي كذا، يعني انه حتى تسجيل براءه الاختراع ببلاش، يعني ما في شيء يمنعنا ان احنا نخترع. ولكن ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير في انه القادم اجمل، وشبابنا ان شاء الله باذن الله قادرين انه نخلي مملكتنا مملكه تبتكر ومجتمعنا مجتمع مبتكر. ذكرت موضوع السبينر، فاكر السبينر الادميه السيده المسكينه اللي ما سجلت براءه اختراع راحت عليها ملايين، استخسرت فلوس والى الان صحيح. اعتقد ندمانه. وبالنهايه يعني جميله هذه الاختراعات ودائما فخورين فيها، ولكن تذكرت مشعل انه نحن ان شاء الله ما ينقصنا شيء عشان نكون شباب مخترعين بالنهايه. أكيد. ولكن اكيد في نواقص الشباب يحتاجوها عشان يبدعوا في هذا المجال وعشان تجيهم يكون عندهم عزيمه واصرار على الاختراع، فايش النواقص هذه؟ ممكن تنظيم الوقت هو اهم حاجه، لانه دائما احنا صار دائما نقول ما عندنا وقت ما عندنا وقت، لكن لو نظمنا الوقت انا اكيد نلاقي شويه وقت، ونحاول انه ننظر للشيء بمنظور اخر، وباذن الله ان شاء الله ما في شيء يمنعنا اتوقع. وكل واحد ترى في مجاله، يعني لا تقولوا والله نبغى نصير مثلا زي مشعل في مجالات مشعل، ترى ممكن يكونوا احسن مني في مجالات اخرى. كل انسان يكملوا بعض مشعل. ايوه كل انسان يعني مثلا شوف حتى الاختراع هذا الاخير على سبيل المثال. ترى انا اقول لك واعيدها وفي كل لقاء اقول ترى مو بس مشعل اللي اخترع، اوكي مشعل اللي اخترع صاحب الفكره، ولكن عندي فريقين، واحد من جده واحد من الرياض، ساعدوني في بلوره هذه الفكره. انا فاجاتني بهذه المعلومه في بدايه حوارنا. هل لو احد جاك مشعل وقال لك مشعل احتاج مساعدتك، ما عندك مشكلة بدون أي تردد ما نقدر نقول لا، لأنه هذا واجبنا الديني والوطني تجاه مجتمعنا، احنا لازم نساعد بعضنا، احنا مين لنا غير بعضنا؟ واحنا ليش بنشتغل اصلا؟ وانا شغال طبعا في الجامعة كمان. عملك او وقتك او شيء لا بالعكس، بالعكس ان شاء الله، حتى ولو على الاقل بالنصيحة
وعلى الاقل بالتوجيه، لانه هذا واجبنا. كفو والله يا مشعل. بالعكس والله تحت امرك وحاضرين. الله يسعدك يا رب. طب مشعل، يعني ما بتجيك يعني على الجامعه اختراعات من شباب؟ الا طبعا. حاولتوا انكم تتبنوا هذه الافكار؟ طبعا. وعندنا ولله الحمد في الجامعه ما شاء الله تبارك الله جهات كثير، لانه عندنا عدد الطلاب مره كبير. فولله الحمد طبعا بنحاول بيجونا، عندنا اكثر من جهه في هذا المجال، في مجال الاختراعات وفي براءات الاختراع. ولله الحمد انا متفائل خير انكم في المستقبل حتشوفوا منتجات سعوديه ان شاء الله في العالم. والله يعني فكره جدا جميله، ونحن دائما نطمح لهذا الشيء. لا ما حختار. يلا ابغاكم تختاروا وانا اساعدكم على طول. جاهز دحين على الهواء على طول. احيانا نعجز في حياتنا باشياء نتمنى نلاقي البديل بسرعه. صحيح. او تجينا افكار كذا نبغى انه نحط هذه الافكار. صحيح. في اختراع وتصير في متناول الجميع. هذه هي اول مرحله من مراحل الاختراع والابتكار، انك انت دحين اهو بتقولي انا بشوف ايش في اشياء نفسي اطورها. نواقص. طب حاول انك انت ترسميها، ترجميها، تشوفي مين المتخصص في هذا المجال. نقدمها. وان شاء الله تقدمها. يلا نختار. يلا كلكم مخترعين. بلاش. بلاش. لا حقيقي لو فكرت انك تخترع ايش ممكن تخترع؟ والله انا اكثر حاجه في اول شيء جاء في بالي زحمه السير عندنا في حكايه الاشارات المرور على طول. بس ما بقول الفكره حقت اشاره المرور عشان لا تنصرق. عشان لا تنصرق. هو مشعل هرساني من مخترعي المملكه العربيه السعوديه اللي قدمت الكثير، ومنتظرين منك اكثر. شكرا جدا. الله يسعدك يا رب، هذا شرف كبير لنا. يا اهلا وسهلا. اكيد مشاهدينا مكملين بفقرتنا، فاصل قصير ونرجع لكم.